وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بيقلن أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فما للظالمين من نصير. مثل ما قلنا بيقلن أصلا أنتم في يعني كنتم في الدنيا وجاءكم النذير وجاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تؤمنوا؟ ما في حجة. بعدين هو بيقول فما للظالمين من نصير، ما في رجوع، ما في شفاعة، لا ملائكة، لا ملائكة مقرب ولا نبي مرسل يشفع لهم يوم القيامة. نعم نعم، يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى أنا الملك، أنا الملك. يا دنيا أين أشجارك؟ يا دنيا أين سكانك؟ يا دنيا أين جبالك؟ أين عمارك؟ يا دنيا أين الذي كانوا يأكلون من خيري ويعبدون غيري؟ يا دنيا أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الظالمون؟ أين المشركون؟ أين فرعون؟ أين نمرود؟ أين هامان؟ أين؟ صوت ما في. طب الإبرة بتطلع بيطلع لحاس. لمن الملك اليوم؟ بيقول لمن الملك اليوم؟ سكوت، حس ما في. مرة تانية، لمن الملك اليوم؟ بيعيدها ثلاث مرات. عقل ما في حس، بدي يقول لله، لله الواحد القهار، وسوف يحاسبون حسابا أما يسيرا وأما عسيرا. يا عباد الله، نعم نعم، علشان هيك تعرف والله العظيم الدنيا ما بتسوى لا زعال ولا نكاد ولا شي ولا شيان. بتشوف الواحد يعني زعلان من التاني وما بحكي علشان شيء يسير. بقول لك يعني أنا عزمته وما أجي لعندي، أو سويت عرس ما أجي على العرس، أو شافني بالطريق ما سلم علي، وبضلوا سنين وسنين وسنين. لما عند اللي بكون عيش بتقوله سامحه، بقوله لا، سوى فيني هيك، عمل فيني هيك، سوى هيك، تتكبر عليه وتأخذك العزة بالاسم. بس لما يموت آخ يا ريت سامحته، آخ يا ريت سامحته. ولكن الندم ما بينفع، كما قال ربنا تبارك وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه المؤمن 3 أيام ومات دخل النار، والعياذ بالله يا مسلمين. والله العظيم أنا عم نشوف الناس هيك، هذا ما بحكي أخوه، هذا ما بحكي أخته، هذا وعلشان شيء يعني شيء يسير. والله الدنيا لا بتسوى لا زعل ولا نكاد ولا شيء، لأن كل شيء فاني إلا الله تبارك وتعالى. نعم